exercise 4.1, page 87 number 1 complete a measure of a equal 80 degree then the measure of the reflex of a equals what طبعاً reflex angle يعني 360 minus the given angle يبقى بنجيب الreflex ازاي بنعمل 360 minus الانجل الامدهالي يبقى 360 minus 80 تبقى equals 280 degree okay number b the measure of each of two equal complementary angles يعني ايه complementary angles لما sum equal 90 degree يبقى ال two angles يبقوا two complementary angles طب ال two angles ال sum فيهم equal 90 وال two angles equal in measure يبقى ال 90 متقسمة ال two angles 45 and 45 يعني كأني هعمل 90 divided by 2 يبقى هو بيقول لي 2 Complementary angles والتو angles equal، يبقى sum ب 90 والاثنين قد بعض يبقى 90 divided 2. نمبر C if measure of A and measure of B are supplementary، يعني yani ايه supplementary؟ يعني yani sum 180، and measure of A equal twice measure of B، يعني yani واحدة فيهم قد التانية مرتين will sum 180. يبقى measure of A plus measure of B المفروض يطلع ب 180، تبقى الاي اللي هي الكبيرة بكام؟ 120 والبي اللي هي الصغيرة ب 60. يبقى 180 بايت 120 و60 120 طبعاً twice 60 number 2 بيقول لي draw an angle PQR draw a ray طبعاً هرسم أي angle بأي value هو مش محدد لي equal كام draw ray QS between QR and QB يبقى هرسم ray في النص ما بين ال QR والQB such is that in the measure of the angle SQR have measure of angle PQR الانجل S Q ار تبقى هاف الانجل كلها ل ال BQR يعني كاني هرسم باي سيكتور يعني اوكي يبقى هرسم ال QS في النص هفترض ان انا رسمت الانجل ب 60 ديجري يبقى هرسم انذر انجل ب 30 في النص اوكي اللي هو بيقول لي هاف الانجل يبقى ال Q S هرسمه بحيث ان ال SQR الانجل دي تبقى ب 30 ديجري بعد كده هو بيسالني يا ترى ده باي سيكتور يس هو باي سيكتور نمبر 3 Use the protractor to draw angles which have the values 60 degree. Then classify the angles into acute ولا obtuse ولا reflex. طبعا angle ب 60 نعرف نرسم الانجل اللي was measured 60. طبعا هتبقى equal أو acute ال type بتاعها acute angle. Okay. يبقى ال-angle 60 الأول هنرسمها وبعد كده هنحدد نوعها إيه طبعا acute لأن هي between 0 and 90. Number B هنرسم angle ب 115. يبقى برده باي يوزنج بروتراكتور هنرسم انجل 115 وطبعا دي نوعها اوبكوس انجل طب هنا بقى نمبر سي انجل 195 انا اخر حاجه عندي في البروتراكتور 180 يبقى هرسم ال195 دي ازاي يبقى انا برسم الانجل الصغيره بتاعتها ال195 دي ريفلكس انجل يعني اكتر من ال 180 يبقى هقول 360 195 هتطلع ب 165 يبقى أنا برسم ال 165 اللي هي اللي تحت دي يبقى برسم أنجل ب 165 واللي الناحية التانية الأنجل الكبيرة الريفلكس بتاعتها هي دي الأنجل اللي أنا عايزاها هي 195 وطبعا نوعها هيبقى إيه؟ ريفلكس أنجل أوكي؟ يبقى إحنا مش بنعرف نرسم ريفلكس أنجل نفسها يبقى بنرسم الأنجل الأصلية بتاعتها عن طريق إن بعمل 360 ماينس الريفلكس أنجل اللي مديها وبعد كده بشوف ال الانجل الاوبزت ليها تبقى هي دي ريفلكس انجل اجي النمبر دي نفس الكلام 245 اكبر من 180 معنى كده ان هي ريفلكس انجل مش هينفع احط 245 على البروتراكتور اوكي يبقى بنرسم الانجل اللي هي ب 360 ماينس 245 طبعا هتطلع 115 يبقى برسم انجل 115 والريفلكس بتاعتها تبقى هي دي الانجل اللي هو عايزها اوكي وطبعا نوعها ريفلكس انجل number 3 b what are the supplements of the angles whose measure are number a 10 degree supplementary يعني ايه يعني two angles one بجيب السبليمترية angle ازاي يبقى hundred minus the given angle يعني one minus 10, تبقى equal one b نفس الكلام supplementary one يبقى one minus 117, هتطلع equal sixty يبقى التو، 2 supplementary angle the sum of 2 supplementary angle equal 180 بجيبها ازاي 180 minus the given angle يبقى هنا 180 minus 82 هتطلع ب 98 يبقى ال 180 complementary 90 وال 360 نفتكر كويس كده supplementary 180 يبقى supplementary لل 98.5 يبقى 180 minus 98.5 هتطلع equals 81.5 degree number C بيقولي what are the complements of the two angles whose measure are 37 لسه ال complementary angles ال two complementary angles is فيهم equal 90 degree يبقى بجيب ال complementary angle ازاي يبقى 90 minus the given angle يبقى 90 minus 37 هتطلع ب 53 ديجري اوكي okay, يبقى كل انجل هيديها لي هعملها سبتراكتد فروم 90 ديجري يبقى هنا ال 48 ديجري السبلمنتري ليها يبقى 90 minus 48 ديجري تطلع ب 42 ديجري يبقى الكومبلمنتري انجلز ب 90 سبلمنتري 180 ريفلكس 360 برضو عايزين الكومبلمنتري انجل لل 45 يبقى 90 ماينس 45 تديني 45 ديجري complementary لل 22 22.5 يبقى برضو 90-22.5 minus هتديني 67.5 ديجري number 4 in the opposite figure B belong to AC straight line measure of angle GBC equal 135 با بي bisect بي الأنجل gbe find number one measure of angle abd، كل الكلام ده موجود على الرسم، عايزين الأنجل اللي عليها question mark ال abd اللي هي عليها star برضو اللي هي زيها زي ال abe، ما هو طالما لي نفس العلامات هنا star وهنا star يبقى ال two angles اللي فوق واللي تحت دول equal، أوكي؟ طب أجيب الأنجل اللي عليها question mark دي ازاي؟ هو مش ال ac ده straight line، معنى كده إن ال two angles اللي فوقيه supplementary angle يعني sum of the two angles اللي فوق يبقى 180 معنى كده ان الانجل اللي عليها question mark plus ال 135 تطلع بكام 180 اوكي يبقى اجيب الانجل ازاي اللي عليها question mark يبقى 180 minus 135 طب الكلام ده بقى نكتبه ازاي يبقى هقول له measure of angle ABD اللي كان عليها question mark plus measure of angle CBD equal 180 ليه between two brackets بس عشان adjacent supplementary angles then the measure of the angle ABD هيبقى equal 180 minus 135 تطلع بكام ب45 okay تاني angle هو عايز الميجر measure of angle DBE DBE هي الانجل angle الكبيرة اللي فيها two angles اللي عليهم two stars يبقى هي متقسمة لtwo angles جبنا واحدة منهم ب45 تما التانية زيها هتبقى 45 ما التانيه زيها هتبقي 45 تبقى الانجل دي بي اي كلها بكام ب 45 بلس 45 يعني ايكوال 90 نكتب الكلام ده ازاي بقول له ميجر اوف انجل دي بي اي ايكوال ميجر اوف انجل اي بي اي ايكوال 45 اوكي يبقى الميجر اوف انجل دي بي اي ايكوال 45 بلس 45 يعني ايكوال 90 ما فيهاش اي مشكله تالت انجل سي بي اي اللي عليها كويشن مارك دلوقتي نجيبها ازاي برضو الستريت لاين اي سي التو انجلز اللي فوقيه adjacent supplementary 180 والتو انجلز اللي تحتيه نفس الحكايه adjacent supplementary يبقى الصّم فيهم 180 يبقى الانجل سي بي هتبقى 180 minus 45 ما انا لسه جايبه الانجل اللي عليها الصار دي 45 يبقى 180 minus 45 تديني 135 نكتبها ازاي؟ هقول له ميجر اوف السي بي اي ايكوال الرسمه راحت بس خلاص احنا عارفين ان السم اوف التو انجلز هسميهم ايكوال ايه؟ between brackets عشان هم adjacent supplementary يبقى هجيب الأنجل فيهم ب 180 minus ال 45 هتديني 135. number 5 in the opposite figure AB straight line intersect CE straight line في ال M وال -M ray perpendicular CE ray وال -M -B ray bisect the angle DME find number 1 BME الأنجل BME. بص معايا ال straight line CE اللي باللون الأحمر ده مش ده straight line؟ يبقى كل الانجلز اللي فوقيه الـ 3 انجلز اللي فوقيه ب 180 عشان هم ادجيسنت سبلمنتري في عندي منهم انجل ب 90 لان قايل لي ان ده بيربنديكولار فالانجل هي السي ام دي ب 90 يبقى التو انجلز التانيين بكام هم التو انجلز التانيين ايكوال يبقى اي انجل فيهم ب 90 ديفايد 2 يبقى ده كله 180 180 ماينس 90 هيديني 90 90 ديفايد 2 تبقى الانجل فيهم بكام ب 45 نكتب الكلام ده ازاي؟ اقول له ال measure of angle CMD plus measure of angle DMB plus measure of angle BME التلاتة اللي فوق دول equal كام؟ 180 ليه؟ between two brackets بس عشان adjacent supplementary angles then ال measure of angle uh, EB EMB plus measure of angle BMD plus ميجر of angle uh, أو الاتنين دول يعني هيبقى equal 180 minus 90 هيبقى equal 90 degree تبقى الواحده فيهم اللي احنا عايزينها اللي هي البي ام -E. هتبقى ايكوال يعني ايكوال 45 ديجري نمبر 2 تاني حاجه طالب مني الايه ميجر اوف انجل ام سي 2 دول علامه الاكس اهي معنى كده ان حصل عندي ايه 2 انجلز قصاد بعض انجلز ار يبقى التو اوبزيت انجلز احنا بنسميهم في او اي هيبقوا ايكوال تبقى الانجل اي ام سي هتبقى ايكوال ميجر اوف انجل بي ام اي ايكوال كام 45 لسه جاي منها ب 45 اوكي يبقى الميجر اوف الانجل اي ام سي اللي هو عايزها هتبقى ايكوال 45 عشان هي قصاد الانجل بي ام اي تالت حاجه هو طالب مني الميجر اوف انجل اي ام اي اي ام اي اللي عليها كويشن مارك اللي تحت دي نجيبها ازاي برضو ال AB ده ستريت لاين طالما ان هو ستريت لاين يبقى التو انجلز اللي تحت دول اسمهم ايه adjacent supplementary واحدة منهم ب 45 تبقى التانية 180 45 يبقى هقول له measure of the angle AME plus measure of the angle BME equal 180 ليه between تو brackets بس عشان هما adjacent supplementary angles يبقى الميجر اوف الانجل اي ام اي هيبقى ايكوال 180 minus 45 يعني equals 135 ديجري